وخلال مقابلة سابقة في نشرة الأخبار، أكد السيد نوار المطوع مدير إدارة تمكين الشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة أن دعم ورعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ترجم تمكين الشباب على أرض الواقع من خلال مدينة الشباب 2030 التي أضحت نموذجا ومثالا يحتذى به على مستوى العالم. مثل ما تعرف أخي العزيز، مدينة الشباب 2030 تحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على انطلاقتها. هذه المدينة التي تحظى بدعم واهتمام ورعاية مباشرة من سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. سمو الشيخ ناصر هو قائد وملهم وناصر الشباب في مملكة البحرين. سمو الشيخ ناصر ترجم تمكين الشباب إلى أرض الواقع من خلال هذه المدينة التي يحتذى بها ليس على حسب داخل البحرين ولا خارج المنطقة بل على مستوى العالم. فأصبحت اليوم مملكة البحرين عاصمة للشباب العربي ومقصد وملتقى لجميع شباب العالم. مدينة الشباب 2030 هذا العام بلغ عدد المشاركين في هذه المدينة 2600 شاب من مختلف الأعمار بزيادة تقريبا 50% عن النسخة السابقة. البرامج زادت إلى 100 برنامج، كانت في السنة اللي طافت 76 برنامج. عدد الشباب المتطوع كان 200، اليوم نتكلم عن 265 شاب متطوع بحريني يعمل في هذه المدينة، بالإضافة إلى 100 مدرب من الأكفاء الشباب البحريني اللي يقومون بتدريب الشباب في هذه المدينة.